غادرت الطائرة الشمسية سولار إمبالس 2 مدينة نانجينغ الواقعة في شرق الصين متجهة إلى جزر هاواي الأمريكية في رحلة تستغرق نحو 6 أيام متواصلة. وسيتوجب على أندريه بورشبيرغ أحد الطيارين اللذين يتبادلان قيادة الطائرة خلال رحلتها حول العالم البقاء مستيقظا طوال فترة الرحلة عبر المحيط الهادئ. وتهدف رحلة الطائرة الشمسية التي تحمل على جناحيها نحو 17,000 خلية ضوئية إلى رفع درجة الوعي بالحفاظ على البيئة والاستفادة من الطاقة النظيفة.